السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله الشيخ مصطفى. وحياك. سمعنا على التقصير بارك الله فيك. الله يوفقنا وياكم. عدة أسئلة الله لو تكررت. السؤال الأول، كيف نجمع بين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ لا لكم دينكم الذي إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، هذا المعنى. يقولون أنا ماك دين آخر غير دين الإسلام، في دين الكفر، لكن إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول عند الله هو الإسلام، الدين الحق هو الإسلام بس. نعم، يقولون هناك أديان أخرى. يا أخي افهم الكلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين المقبول المرضي الحق عند الله هو الإسلام، في شيء مشكلة. تمام، بارك الله فيك وياكم.